رجل الإنقاذ هذا يحاول العبور إلى الجهة الأخرى من مجرى المياه لإنقاذ بعض من حاصرتهم مياه الفيضانات، ولكن الفيضانات القوية تقطع الحبال التي يمسك بها وتقلب قاربه المطاطي الصغير، ويحتاج رجل الإنقاذ نفسه إلى من ينقذه. هذا خير وصف لحدة الكارثة في تايوان التي ضربها إعصار موراكوت، مسببا أسوأ فيضانات عرفتها البلاد منذ 50 عاما. قسوة الطبيعة لم تطل الإنسان فقط بل والحيوان أيضا. كان هناك معبد في هذا المكان ولكن الفيضان جرفه واختفى تماما. هذا الرجل أيضا يقول أنه كان هناك منزل آخر في هذا المكان ولكنه اختفى مع الفيضان. بعض القرى النائية انطمرت تماما تحت أطنان من الطين الذي خلفه الفيضان، ويخشى أن يكون هناك المئات ممن تقطعت بهم السبل في هذه القرى. قرية شاولينغ كانت إحدى هذه القرى التي انعزلت تماما عن العالم بعد أن دمرت مياه الفيضانات الجسور المحيطة بالقرية وتركتها بمعزل عن جهود الإنقاذ إلا بطائرات الهليكوبتر. يقول أحد الناجين من القرية إن حوالي 600 شخص قد دفنوا أحياء تحت الطين. الشرطة من جانبها أعلنت أنه ليست هناك طريقة في الوقت الحالي لحصر أعداد المفقودين. نأمل أن تتحسن الأحوال الجوية حتى يتسنى لنا القيام بعملنا. تتواصل جهود الإنقاذ التي تعرقلها الأمطار والفيضانات، وعلى الرغم من إنقاذ البعض فلا يزال القلق والغضب يسيطران على من ينتظرون ذويهم في القرية، متهمين الحكومة بالتقصير في عملية الإنقاذ. كان على فرق الإنقاذ أن تبدأ من اليوم الأول. الآن انقضت 72 ساعة الأولى وهي الأهم في إنقاذ الضحايا. الرئيس التايواني ما يينغ جيو زار المناطق المنكوبة في جنوب تايوان واستمع إلى أسر المفقودين، كما شرح سياسة الحكومة في الإنقاذ ووعد بزيادة المساعدات المطلوبة للمناطق المتضررة. إعصار موراكوت لم يعصف فقط بتايوان بل راح يجتاح مناطق في الصين والفلبين، مخلفا الموت والدمار للإنسان والحيوان والنبات أينما حل. عادل شعير، BBC.